مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من وطن السعادة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، للأسف ما يشعر بقيمتها غير المرضى. اختلفت الآراء ولكن اتفقت الشعوب خاصة بأمثالها الشعبية ربط الصحة مع السعادة. حتى الأمثال الإنجليزية قالت عطني صحة وخذ أموالي. اليوم راح نتكلم أكثر عن الصحة وعلاقتها مع السعادة، بحيث أن وطن السعادة مجالاتها عديدة لمحور السعادة. تفضلوا معنا. طبعاً مشاهدينا اليوم الطريق للسعادة راح ياخذنا لهيئة الصحة في دبي، هذه الهيئة واللي أطلقت الكثير من المبادرات بما يتماشى مع رؤية دبي ورؤية الإمارات 2021. أكيد وطبعاً بيكون معانا جروب بعنوان جروب السعادة راح نتكلم معاهم، ولكن على رأسهم راح يكون حوارنا مع السيدة آمنة حمود السويدي مدير إدارة الموارد البشرية. أكيد جروب السعادة راح ينور معانا، وضيفتي صارت جاهزة، خلنا نروح نشوف اللقاء. أستاذة آمنة منورة معانا في وطن السعادة. مرحبا بك. قبل كل شيء، نحن دوم يوم قال كلمة السعادة في ناس تربطها بالمادة، في ناس تربطها بالعيال، في ناس تربطها بالشغل التوفيق. الصحة والسعادة خاصة إذا نحن رحنا في الصحة للصحة النفسية والجسدية، شو علاقتها بالسعادة؟ يمكن تعريفي الشخصي بالارتباط ما بين الصحة والسعادة، كل ما كان يعني الشخص يتمتع بصحة جيدة، نظام غذائي صحيح، تقل اصلا يعني التنشن او يعني نقول التوترات اللي عنده. نعم. يكون شخص ايجابي. يعني الحين في الاونه الاخيره عشان تكون شخص ايجابي لازم تمارس الرياضه، تفريغ للشحنات السلبيه. الشخص الايجابي دائما شخص سعيد بشكل عام، فهذا يعني انا تفسيري الشخصي للربط ما بين الصحة. الشخص المريض ما يكون سعيد استاذه؟ يعتمد إذا كان إيجابي. ممكن إذا سبحان الله يعني حد منهم الكرونيك ديزيز، هاي الأمراض المزمنة، وهاي يعني ما يقدرون يتعاملون معها، بس قد ما يقدرون يمشون في نظام غذائي صحيح وسليم. بس إذا كل ما كان إيجابي ممكن يكون سعيد. يعني بإيد الموضوع، سمعت وايد أنا قصص أن ناس تعالجوا من أمراض يعني خطيرة فعلا وصعبة، مسرطنة وأشياء، لأنهم أرادوا ذلك، لأنهم كانوا سعداء وأصروا على هذا الشيء. الطاقة الإيجابية كانت أقوى من المرض العضوي. صحيح. السيروتونين هي هرمون يفرزه الجسد للسعادة. صحيح. بس عندكم في الهيئة هو شيء ثاني. خبرينا عنه. يمكن بقول لك الخلفية وراء سيروتونين السعادة. نعم. قمنا بعدد من المقابلات، يمكن استغلينا وسائل التواصل الاجتماعي، واتساب والجروبات في بلس، زيارات ما بين الموظفين واخذ تغذيه راجعه. شو اللي يخليك سعيد؟ فصراحه جتنا وايد اجابات. في ناس مثل ما قلتي رابطين السعاده بالماده مثلا، فانا تعطوني فلوس انا بكون سعيد. في ناس ريكوجنيشن، مجرد تقدير وتحفيز ويجعلهم سعيدين. فاخذنا مجموعه من الاراء وطلعنا بمبادرة سميناها سيروتونين السعادة، اللي هي ميثاق السعادة عندنا في هيئة الصحة. سيروتونين ليش؟ لأنه هو الهرمون، عندنا عدد من الهرمونات اللي يعني تأثر توصل الشخص السعادة. صحيح. إذا كان كل ما كان ارتفاعها يعني مرتفعة في الجسم يكون الشخص سعيد وأكتب على قولتهم أكثر، فكان السيروتونين اللي هو أعلى هرمون. فقلنا إحنا خلاص بنكون هاي شعارنا إحنا في المبادرة هذه، كل المبادرات تغذي سيروتونين، كل واحد حسب شو يبغى من السيروتونين يعني. صحيح. فطلعنا بميثاق للسعادة، طبعا هذا لاحقا لتوجيهات القيادة الرشيدة عندنا في حكومة الإمارات، البرنامج الوطني للسعادة أخذنا منه المعايير الأساسية واشتقينا منها عدد من المعايير، حطينا فيها عدد من المبادرات صنفناها على 5 معايير. نعم. معايير للتكريم والتحفيز، معايير لتعزيز التواصل الفعال ما بين الموظفين، معايير مبادرات تصب في الشفافية والعدالة حق ما بين الموظفين،
ومعايير ومبادرة تصب في الصحة والوقاية للموظفين. احنا هيئة الصحة لازم نهتم بصحة موظفينا وبريفنشن بعد وقاية من الأمراض من ناحية تعزيز ثقافة النظام الصحي والأنشطة الرياضية، ومبادرات تعزز بيئة العمل الإيجابية والسعيدة في هيئة الصحة. يعني ما شاء الله هي مجموعة مؤثرات وفاكتورز إن كانت داخلية أو خارجية تعلي مستوى السيروتونين في الجسم. قسمناها بعد حسب الأطر الزمنية للتنفيذ، لأن المشروع يعني مش حق يوم وليلة. قسمناها لنبضات، النبضات كان الأطر الزمنية المستهدف فيها 6 شهور، يعني من شهر لست شهور، هاي سميناها نبضات السعادة. اللي من 6 شهور لسنة سميناها موجات السعادة، ومن وما زاد عن سنة في التطبيق. طبعا احنا بنكون ان شاء الله نتأمل ان نكون وصلنا لبيئة عمل إيجابية وسعيدة في هيئة الصحة. استاذة، سيروتونين، نبضات، موجات، شو السر وراء استخدام مفردات علمية لإيصال شيء معنوي يعني له السعادة؟ يعني الموضوع له تأثير نفسي، أحس أن الشخص أنه يكون أقرب للموضوع ملعوبة يعني. صحيح، يمكن تلاحظون مبادرات الصحة نوعا ما مرتبطة بجسم الإنسان بالضبط. صحيح. فالنبض البلز اللي يعني بسرعة أنت يعني تقيسينه، فيعني شيء ملموس وسريع في هذا، فعشان شيء قلنا المبادرات القصيرة ربطناها بها، وبعدين قد ما نقدر نبضوا الحياة أصلاً. بالضبط. مستقبلا في أي خطط للسعادة؟ احنا طبعا مثل ما قلت لك الميثاق يضم عدد مهول من المبادرات. بيكون في مركز للسعادة، يمكن انا ما ابغي احرق الحروت كلها، بعض الموظفين بيتكلمون عن الامور يعني المبادرات البارزة عندهم، بس ان شاء الله احنا مفكرين في مركز للسعادة بيكون للموظفين. عندنا طبعا بتكون في مراكز صحية، لقاءات، بتكون رحلات اجتماعية للموظفين، وصراحة هاي كلها منهم يت يعني الموظفين. هم كانت بعض الموظفين طلباتهم هذه، نحن نحابين نكون مناسبات اجتماعية تكون تشمل الموظفين كلهم، نوع من التعارف، بث روح إيجابية. احنا نتعامل في مكان عمل ومهني، ما تعرفين الأمور الشخصية عن الموظفين، فهاي يخلق نوع من الانسجام والشفافية والعدل حتى في صحيح. من إحدى عناوين المبادرات اللي ذكرتيهم بعد لفت نظري. صح، واحد من المعايير الأساسية شفافية. لاحظنا نحن نصور حتى كروت تصوير استغربوا من شيء، أو مستغرب على قد ما أن يعني لفتوا نظرهم، كان طالع جروب يمكن من ميتنج أو شيء كله مبتسم ما شاء الله. يعني حتى مش بس مبتسم، سنون طالعة يعني اللي هي الابتسامة العريضة. فواضح النتائج واضحة على أرض الواقع من الهيئة. أستاذة أمنة سويدي، أنا شاكرة لتواجدك معنا في وطن السعادة، وبشكل فردي أضفتي بعد سعادة لأن وجهك بشوش وسعيدة، فيعطيك ألف عافية. ولكن لن أكتفي بشكل فردي، كنت معك بروح لجروب السعادة، أريد أكثر سعادة، راح أسألهم عن المبادرات أكثر، بيرتفع إن شاء الله سيروتونين السعادة أكثر عن شيء. إن شاء الله. يعطيك ألف عافية، نورتي وطن السعادة. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك الغاليه. اكيد انتم جروب السعاده صح؟ يس حبيبتي. طيب انا كنت طبعا خلصت لقائي مع الاستاذه امنه السويدي، وخبرتني ان في جروب كامل اسمه جروب السعاده، فاريد تخبروني عن مبادرات الهيئه وعن علاقه السعاده بالصحه. نبدا معك، عرفنا عن نفسك. ابراهيم بلوشي، عضو في فريق سيروتونين السعاده. حلو. زين إبراهيم، هذا الجروب والفريق للسعادة، من المبادرات اللي عندكم تربط بين الصحة والسعادة؟ خبرنا عن أهمها. طبعاً حرصة من هيئة الصحة على توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية للموظفين، قامت الهيئة باستحداث فكرة ساعات السعادة. نعم. وهي مبادرة من ضمن مبادرات السعادة للموظفين، وهي تمنح كمكافأة فورية تقديراً لجهود الموظف. يعني على نوعية ساعات العمل وليس كمية الساعات، يعني إذا في ساعتين هو أنجز يكافأ تحت مسمى ساعات السعادة كذي؟ لا، هي كتقدير لجهود الموظف. نعم. يتم منح ساعات السعادة كاستئذان مبكر. آه. لقضاء الوقت مع أفراد عائلته. ما شاء الله حلو.
مرحبا. اهلا وسهلا الغاليه. سعاده اخبارك؟ الله يسلمك، الله يجعل حياتك سعاده في سعاده يا رب العالمين. نوره المدفع عضو من فريق سيروتونين السعاده. ونعم فيك نوره. خبرينا عن مبادره ثانيه نوره من مبادرات الهيئه. الغاليه نحن عندنا هنا طبعا برنامج بكم نفتخر، نحرص فيه على يعني تعرفين تكريم وتحفيز الموظفين. صحيح. ويكون شامل لجميع الفئات او فئات الموظفين اللي يعملون عندنا من الوظائف الطبيه او الوظائف الفنيه التمريضيه والطبيه المسانده والاداريه، وطبعا معاييرها تتواءم مع معايير الجيل الرابع، ونحرص في نهاية السنة أن يكون في حفل سنوي يحضره رئيس هيئة صحة دبي على أساس أن نختمها بسعادة مع المتميزين في هيئة صحة دبي، ونكون جميعا سعيدين. دوم سعادة إن شاء الله. رح أكمل السعادة مع الأخت، تفضلي اسمك. سلمى، أنا من فريق السعادة. نعم، من مبادراتكم أكيد في مبادرات غير اللي قالوها نورة وإبراهيم. إحنا عندنا مبادرة اللي هي صحة ووقاية، قمنا بإطلاق مجموعة من المبادرات. نعم. وبرامج تخص لسعادة الموظف وصحته، من أهمها أن قمنا بإطلاق برامج لتحفيز الموظفين لتخفيف الوزن، مثل سنقوم بمسابقات الموظفين. قالوا العقل السليم في الجسم السليم. عندكم هني بنقول ان الجسم السليم في السعاده، يعني السعاده الكونيه والحياه بتحقق بهذا الشيء. مساء السعاده. اهلا وياك ميرا بن حافظ. نعم. عضو من فريق سيروتونين السعاده. مبادره حافظه ما شاء الله ميرا على طول تجاوب. خبريني، قولي لي شو المبادره، كملي قولي. مبادره يمناك. 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 نعم. تعتبر هذه المبادره صندوق خيري. نعم. خصصه لمساعده ودعم الموظفين في هيئه الصحه ولبناء بيئه مليئه بالسعاده والامان. اكيد مبادرات بعدها وايده، ولكن بنتقل لقسم اخر من يعني جس نبض خلينا نقول للاشخاص اللي تلذذوا بهذه المبادرات وشعروا بالسعاده. اريد الفيدباك، عرفنا عن نفسك. فهد احمد المرزوقي. ونعم فيك. نهايه شو شعورك فهد؟ شعوري اني اكون سعيد ملم مع هذه المبادرات. نعم. بناء على مبادرات هيئة الصحة بدبي، تقوم هيئة الصحة بدبي ببناء بيئة إيجابية وسعيدة، فكوني موظف لهيئة الصحة بدبي أني أكون سعيد وإيجابي. وصلك هذا الشعور اللي يقولون السعادة تعدي، لأن الطاقة الإيجابية تعدي، صح؟ أكيد. طيب أخي الكريم، عرفنا عن نفسك. مساء السعادة. معك سعيد الشيزاوي، عضو في فريق سيروتونين السعادة. ونعم فيك. شعورك؟ فخور جدا بعملي في هيئة الصحة بدبي. نعم. وجود كادر متميز وبيئة عمل محفزة مليئة بالإيجابية والسعادة. وبالختام معك أختي الكريمة، عرفينا عن نفسك. حمدة، من عضو من فريق سيروتونين السعادة. نعم. بتكلم عن فريق الجوال، هو أحد مبادرات هيئة الصحة. أطلقناها بهدف نشر السعادة والإيجابية على مختلف موظفين هيئة الصحة. هي عبارة عن زيارات ميدانية. نعم. لجميع المستشفيات والإدارات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة. تنشرون فيها السعادة. ننشر فيها السعادة والإيجابية، ونسمع ملاحظات الموظفين والتحديات اللي تواجهها الإدارات، بهدفنا نحن نحط الخطط التحسينية، لأن بدون الموظفين إحنا ما نقدر نحط الخطط التحسينية ولا نقدر. أكيد. منظومة كاملة متكاملة. ومن خلال الزيارات أيضا كنا نوزع عليهم نبتات السعادة عشان يزرعونها وتكون الإيجابية والسعادة موجودة على طول السنة إن شاء الله. أختم هذه الفقرة مع نبتة السعادة وهرمون السيروتونين واللي هي المبادرة العالية، ورح نشوف بعد تفاصيل أكثر في تقرير يربط بين الصحة والسعادة. تابعونا لنا عودة. كلنا سمع من يقول دوام الحال من المحال، لكن في أعماقنا ما نصدق هذه الحكمة أو نتعظ بها. أعطني الصحة وخذ ثروتي، من الطب الشعبي للعالمية، هكذا تمضي الإمارات في مشهد نراه ونشوفه في الإمارات السبع، مشافٍ، أطباء، ممرضات، ومراكز طبية وهيئات، كلها جهزت بأفضل الأجهزة واللي تأكد على أن الصحة ثروة وسعادة. لا شك فإن دلالات الصحة والسعادة تنعكس على وجوه أصحابها، فالوجه مرآة النفس، عسبتشي يقال سيماهم في وجوههم، ولأن البسمة مفتاح السعادة
فقد قيل وجهك ثروتك. ما أكثر الأقوال اللي تضمن لنا الصحة النفسية والجسدية معا، واللي تفتح لنا أبواب السعادة. كم هو جميل ورائع أنها تتصدر دولة الإمارات مراكز الأولى في السعادة، وتضم بعد في هذا الشيء الصحة. فاصل وراجعين، خلكم معنا. مشاهدينا حياكم الله من جديد، وفقرات وطن السعادة مستمرة. لا شك في أن صناعة السعادة هي فن وعلم وعمل وفطرة وخبرة وإرادة اللي يبغى يوصل للسعادة عسبتشي. واليوم في فقرة صناعة السعادة رح نتكلم عن علاقة الصحة النفسية بالسعادة، فقرة شيقة تابعونا. دكتور غانم الحسان، استشاري الطب النفسي، مرحبا بك في وطن السعادة. مرحبا أختي خديجة. تدري شو اسم فقرتنا؟ لا والله خبريني. صناعة السعادة، تصنع السعادة دكتور؟ أكيد أخت خديجة، طبعا السعادة هي وضع نفسي ووضع اجتماعي ووضع إنساني مهم لكل شخص يعني. فالسعادة طبعا أغلب الناس تنظرها لأنها مسألة الفرح، بس السعادة هي مش الفرح، مش حالة مزاجية فقط، هي وضع أكثر من شيء، هي يعني شعور إنساني، هي وضع معيشي، هي وضع اجتماعي، هي قدرة الإنسان على التعايش ضمن البيئة اللي هو موجود فيها. نعم. قدرته على التأقلم مع الظروف المحيطة فيه، قدرته أن يكون إنسان فاعل في مجتمعه، يكون عضو نشيط، يكون يعني خالي حتى من الأمراض الجسدية. فالسعادة مفهوم شامل، حتى احتار فيه الفلاسفة والعلماء والأخصائيين النفسيين، وكل واحد عطى تشخيص. نسمع كثير من الأمثال اللي تضرب في السعادة، وكل واحد له رأي في الموضوع هذا. قبل ما نغوص أكثر في الموضوع الجسدي أو العضوي، نعم، الصحي لموضوع السعادة، استشارة مجانية الحين. تخيلني أنا جاية عند الدكتور غانم وقاعدة أقول دكتور أريد أصير سعيدة، شو أسوي؟ طبعا أخت خديجة، كل شخص لميزاته، كل شخص لمواطن قوة، نعم، مواطن ضعف معينة، فكل شخص يعني لتركيبة معينة فتناسبه يعني الظروف معينة. فمشان تكون سعيد يعني ما في نصيحة محددة، بس نحن دائما نقول للإنسان دائما أنت تقدر تصنع سعادتك، مثل ما قلنا أول سؤال يعني أنت كيف تشوف نفسك، صحيح، كيف تقدر تعيش متأقلم ضمن المجتمع اللي عايش فيه، كيف تكون يعني عندك تنمي مهاراتك الشخصية، كيف تشوف شو عندك من نقاط ضعف ممكن تطورها، نعم، كيف أنت تقدر تستغل العوامل الإيجابية في شخصيتك وتنميها، كيف أنك تندمج في المجتمع اللي أنت عايش إنه، في وظيفتك، في أسرتك، تكون قادر على التأقلم أو حتى أنك تواكب التغيرات اللي تصير حتى على مستوى العالم يعني. نعم، أكيد المرونة جزء مهم، فهو حسب كل شخص يعني، طفولته، ماضيه، تعريفه للسعادة، كل شخصية مختلفة طبعا عن الأخرى، وكل واحد له سمات معينة، وهو يجب أنه يشوف أنه شو الأشياء اللي يقدر يساعدها. وطبعا طلبة أن الإنسان يقرأ، يثقف نفسه، يطور نفسه، حتى يسأل أحيانا، نعم، المختصين. وإذا كان عنده مثلا في أشياء معينة يعني، الحين صار الموضوع مش عيب أن الإنسان يعني يسعى دائما للتأقلم، الحين نعم صار حتى الأداء الوظيفي، حتى في المؤسسات الكبيرة، حتى المؤسسات الحين اللي تعتمد على البزنس وعلى كذا، صار جزء من منظومتهم في العمل دائما أن يكون دائما الموظف سعيد. زين دكتور، شو علاقة الصحة النفسية والجسدية بالسعادة؟ طبعا هاي في ترابط كبير يعني. الانسان دائما، احنا ما نعرف، دائما الانسان دائما يسعى، والناس كثير الناس تركز بس على الصحه الجسديه، صحيح، بس اللي ما يعرفون كثير من الناس دائما ان السعاده ومرتبطه كثير بالصحه النفسيه، لان حتى الدراسات الحديثه اكدت الناس اللي مثلا عندهم امراض مثل الاكتئاب، الامراض اللي عندهم القلق النفسي، الانسان اللي دائما ما حاس نفسه انه دائما مرتاح، نعم، يعني وعنده ضغوطات ومش قادر يتاقلم مع الضغوطات الحياتيه هاي والاشياء الضغوط حتى المنزليه وغيرها، طبيعي ما يقدر يكون سعيد، طبعا بتاثر سلبيا طبعا على حالته الجسديه، نعم، وكثير من الامراض مثل الضغط وحتى امراض القلب وامراض حتى كثير من حتى السمنه والامراض كثيره اللي الحين يعاني منها في العصر الحديث هاي،
مرتبطه بالحاله النفسيه، سواء كان السعاده جزء مهم من الحاله النفسيه بالتاكيد. يعني نحن خلف الكواليس دكتور كنا نتكلم على ثقافه المجتمع بما يخص الدكتور النفسي صحيح. وزياره الدكتور النفسي ومتابعه مع الدكتور النفسي. ما راح اقول شو كان رايي خلف الكواليس، اريدك تقول نصيحه عبر وطن السعادة إن الصحة النفسية وزيارة الدكتور النفسي والمتابعة النفسية أهم أو بنفس أهمية أي دكتور في مجال آخر لتحقيق السعادة. صحيح، لأن الحين يعني كل الدراسات الحديثة تأكد لك أن الأمراض النفسية وصارت لها أساس عضوي، يعني الناقلات العصبية اللي في الدماغ، التغيرات اللي تصير طبعاً حتى الهرمونية في الجسم، حتى خصوصاً في النساء يعني لها تأثيرات كثيرة على الجسم. نعم. فالحين المجتمع للأسف يعني مجتمعاتنا يعني بدأت تتقبل فكرة، الحين صار أغلب الناس ينظرون إلى يعني الطبيب مثل ما النفسي مثل ما قلت لي مثل وصمة، المرض النفسي صار وصمة. نعم. مثل وصمة عار الناس يعني، بس الحين الحمد لله في ثقافة معينة، نحن دائماً نقول إن المرض مش عيب، سواء كان أكيد. مرض عضوي أو مرض نفسي، لأن في النهاية هي متشابهة يعني في من ناحية حتى الحين عضوية ومن ناحية تركيبة كيميائية للجسم يعني. نعم. فالمجتمع يعني الحين الدور مهم مثلكم أنتم كإعلاميين، الطبيب النفسي دائما نفسه، فحتى المصطلح الحين الأمراض النفسية يعني صار خفت حدتها في المجتمع، وحتى أغلب العيادات يعني في المستشفى مثل شركة صحة في إمارات أبوظبي يعني حتى صار الأقسام تسمى قسم العلوم السلوكية، لأنه فعلا صار علم مهم، علم سلوك الإنسان أكثر من يكون حاجة مرضية. صحيح. هي بالعكس هي حالة أو حالة معينة إنسانية من ناحية حتى مرتبطة بسلوكك، تعاملك مع الآخرين في المجتمع. بالضبط. تعاملك الأطفال اللي صارخون كذي عندهم صحة نفسية. أكيد. بالعكس هاي يعني جزء من النمو الطبيعي للطفل. هذا يعني أحيانا يعني الإنسان إحنا دائما نتحرى أن الإنسان لازم يكون سعيد 24 ساعة، بالعكس إذا ما كان في الحياة مصاعب معينة وإذا ما صار عندك مثلا عدم راحة بعض الأمور، هذا بيكون شيء مش طبيعي، لأن حتى الناس هذه اللي دائما اللي يشعرون بسعادة دائما غامرة بدرجة كبيرة، إيه فعلا، لأن لو واجه أي في المستقبل يعني أي أشياء مفرحة أقل من السعادة اللي هو حاسنها ممكن تحصلها دائما يعني ساعات تكون أقل، مثلا ولده يعني متعود إنه يجيب 90 وهو دائما كذا، ولده إذا نزل 85 تحصلي ردة فعلا يمكن تكون مختلفة. صحيح. مع أن المفروض أنه دائما يكون فخور بابنه، شعور اللي هو التأقلم دكتور بالضبط، يأخذ الأمور بعقلانية، يأخذ الأمور بصورة طبيعية، يعني ينظر إلى الصورة الكبيرة بدل ما أنه ينظر إلى بس الصورة مثلا الدرجة هي 90 ولا 85 بس. صحيح. ينظر إلى يعني كيف الله سبحانه وتعالى يعني الأطفال نعمة، الصحة نعمة، يمكن إحنا الحياة كلها نعمة. نتكلم عن الاتزان أو التوازن النفسي. أكيد. إنه مش بالمطلق، لأن أي شيء تطرفي بالإكستريم يروح سلبي أو إيجابي هو مرضي. أكيد. إذا بنختصر نقول خصائص الإنسان السعيد من هو؟ هي طبعا هي مثل ما قلنا كل شخصية لها ميزاتها، بس بصفة عامة يعني الإنسان السعيد دائما يعني نحن الحمد لله مجتمعات يعني خصوصا مجتمعاتنا الشرقية وغيرها يعني حتى الدراسة أن الإنسان اللي عنده دائما إيمان يعني مهم جدا. اي مهم جدا، لان حتى الدراسات انهم اقل عرضه لكثير من الامراض النفسيه وغيرها، يعني تقبلهم للامور افضل من غيرهم، هذا فهذا يساعدهم. الانسان اللي يعني سهل انه يتاقلم مع الظروف، هذا طبعا شخصيه مهمه، الانسان اللي دائما تحصريله يعني متزمت متعند دائما اكيد طبعا دائما يكون اي طبعا دائما ما بيكون مرتاح طبعا. سمات الشخصيه الثانيه حتى انه الانسان يكون عطوف، قادر انه في جزء من الرحمه طبعا اكيد هاي جزء مهم، لان العطاء دائما هو جزء من السعاده. صحيح. فهي مجموعه من الصفات يعني اللي ممكن الانسان يعني انه يسويها تجلب له دائما نوع من السعاده او نوع من الراحه الداخليه والطمانينه اللي تخليه دائما فعلا انه يعيش في وضع متوازن مثل ما قلنا. انا سعيده بتواجدك معي اليوم واشكر اضافتك الحلوه والسعيده لوطن السعاده دكتور غانم. نورت. سعاده لنا اخت هديه، جزاك الله يعطيك الف عافيه. وانا بس بضيف شغله لان بنطلع مع المشاهدين بنتكلم عن اللياقة البدنية، إيش قد بعد هي مهمة مع نوع التغذية اللي نحن ناكلها، تحقق التوازن الجسدي الصحي وبالتالي تأثر على السعادة. نروح التقرير نشوف. إذا مشاهدينا بعدنا في عالم الصحة والسعادة، بس بنتكلم أكثر عن اللياقة البدنية في هذا التقرير لهنادي عطوة، هي اللي سوت هذا التقرير بتخبرنا عن اللياقة البدنية لتحقيق السعادة. نتابع. رياضة الأيروبيك من الرياضات اللي بتخلي الجسم سعيد وبتمنحه نزول وزن وبتمنحه سعادة، لأنه هي بتعطي بتفرز هرمون الأندروفين، هو هرمون المسؤول عن السعادة بالجسم.
فبمنح سعادة، فبصير الواحد سعيد وبكون الواحد بتغير مزاجه. عشان هيك أحلى إشي في الدنيا رياضة اللي هي مربوطة بالسعادة. وإذا ما بدي أروح على الجيم بقدر أروح على البحر، في حدائق جميلة، كل إشي جميل. البلد هاي جميلة، وعن جد أي حدا بعيش بالإمارات بحبها وبعشقها، لأنها بلد غير، بلد أوروبي بطابع عربي إسلامي مميز. أكثر إشي بيخليني سعيدة هو ممارسة الرياضة، وإقامتي بالإمارات بتخليني أكثر سعادة. صدق اللي قال إن العقل السليم في الجسم السليم، وأنا أقول إن عقل سليم زائد جسم سليم يساوي السعادة. عسى دومكم سعداء، وأتمنى وطن السعادة يتجدد على خير. في أمان الرحمن.